إلى أن تلك التقنيات مكنت الحزب من تجنب التعرض إلى عمليات التشويش والمراقبة الإسرائيلية. صدق أو لا تصدق، مقاومة التكنولوجيا الحديثة لا تكون بتكنولوجيا أحدث منها، وإنما تكون باستخدام أساليب بدائية وقديمة. هذا ما أثبته حزب الله في الحرب الدائرة حالياً بين الحزب وإسرائيل. وكالة رويترز أجرت تحقيقاً أخيراً التقت خلاله مسؤولين في الحزب أكدوا اتخاذهم إجراءات كثيرة لتجنب التقنيات المعقدة التي تجريها إسرائيل. أبرز هذه الأساليب هي استخدام الهواتف الأرضية بدلاً من الهواتف المحمولة التي تتعقبها إسرائيل، سواء بالتنصت أو بالتمكن من تحديد مواقع قيادات الحزب. الحزب أصدر قراراً بأن أي مقاتل يتم اكتشاف هاتف محمول معه يفصل من الحزب على الفور. الهواتف الأرضية تعمل بشبكة ألياف ضوئية ساعدت إيران في إنشائها بعد حرب عام 2006. حزب الله يستخدم هذا. تذكرون ما هذا؟ إنه جهاز البيجر البدائي للاتصالات. حزب الله أيضا طلب من كافة سكان لبنان فصل كاميراتهم عن الإنترنت، لأن إسرائيل لديها القدرة على اختراق الكاميرات. ورغم امتلاك حزب الله لأساليب حديثة، إلا أنه لجأ إلى هذه الأساليب البدائية والقديمة لتجنب أساليب التعقب والتشويش التي تستخدمها إسرائيل. استعمال الهواتف التي غير مرتبطة بشبكة إنترنت هي هواتف قديمة، كذلك هي غير مرتبطة باتصالات، لا يعرف جوجل ولا أي تقنيات حديثة أين هو موجود الشخص وكيف ينتقل، وحتى الأرقام يستعملون أرقام غير أرقامهم. بالنسبة لنظام GPS، فإن الحزب يستخدم وسائل لاعتراض تشويش إسرائيل عليه. كذلك فإن أنفاق حزب الله الطويلة تحت الأرض تستطيع تجنب الكثير من القصف والتعقب. الطائرات المسيرة البدائية التي يستخدمها حزب الله، إضافة إلى صواريخ فلق إيرانية الصنع، لم تستطع القبة الحديدية في إسرائيل التصدي للكثير منها بسبب إطلاق أعداد كبيرة منها والتمكن من إطلاقها بزاوية انطلاق تراوغ بها تقنيات القبة. نظام القبة الحديدية يتمتع بالعديد من المزايا، ولكن بالطبع له عيوب أيضاً. مسيرات هي المشكلة تبع القبة الحديدية. أعتقد أن المسيرات تحتاج إلى حل ثاني. فأعتقد أن في إسرائيل اليوم يقوموا بعمل تطويري لنظام جديد مبني على أشعة ليزر. الحرب بين إسرائيل وحزب الله هي مثال لحرب بين تقنيات المستقبل المتطورة وأساليب القتال القديمة التي قد لا تستطيع التقنيات الحديثة من التعامل معها.